عودة على 10 الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. إحنا في الفقرة دي منورانا ومشرفانا ضيفة من الصنف اللي يفرح ويشرف ويطمن، يطمننا على اللي جاي. ضيفتنا لعيبة مميزة جدا ورغم صغر سنها لكنها قدرت بالفعل إن هي تتأهل للأولمبياد في الخماسي الحديث. هنتكلم معاها عن مشاركاتها العالمية والتواجد دايما على منصات التتويج وفوزها الأخير من يومين تحديدا ببطولة إفريقيا. بنرحب مع كل حضراتكم بضيفتنا ملك إسماعيل، بطلة إفريقيا في الخماسي الحديث والمتأهلة للأولمبياد. صباح الفل ومليون مبروك على الإنجازات الجميلة دي. ميرسي، الله يبارك لحضرتك. نورانا يا ملك، صباح الفل عليك. كلمينا بقى، يمكن عملتي إنجاز كبير جدا بالنسبة لنا، فكرة إن أنت حصلتي على الميدالية الذهبية وتأهلتي لأولمبياد باريس 2024، يعني كلمينا أكتر عن البطولة دي وتحديدا استعديتي ليها إزاي؟ هي البطولة دي احنا عارفين ان هي طبعا في الوقت ده من بدري جدا، وكان في بطولة العالم للكبار في انجلترا كان قبليها على طول. احنا رجعنا كان بالظبط يوم، وبعد كده اليوم اللي بعديها البطولة. كنا كلنا طبعا عارفين ان دي حاجة صعبة، بس كانت تشالنج بالنسبة لنا كلنا، يعني كل المنافسين كنا في بطولة العالم ورجعنا تاني على بطولة افريقيا. بدأنا الاول يوم بالسلاح، ما كنتش ماشي احسن حاجة قوي، بس في الاخر اكتشفت ان انا بقيت الاولى على افريقيا. كنت انا وهايدي، احنا اتنين نفس السكور في السلاح في اول يوم. وبعدين حلو اكتشفت ان انا الاولى على افريقيا. ايوه انا كنت فعلا حاسه ان انا ماشيه وحش، وبعدين النتيجه انت اول مقرر. اتفاجئت بقى يعني. طبعا مفاجاه حلوه. وبعدين اليوم اللي بعديها بدانا بالفروسيه. عملت فروسيه تحفه. انا بقى لي كذا مره كنت بعمل فروسيه احسن حاجه، بس الحمد لله في البطوله دي عملت فروسيه تحفه كويس. وبعدين البونس راوند ما جبتش فيه اي لمسه، بس بعدين عوضت في السباحه، وعملت برضو في السباحه رقم يعني اعتقد جديد بالنسبه لي. وبعدين في الليزرون انا كنت طالعه تاني، بس كانت البنت الاولانيه من استراليا، فكان هي دي عادي اوكي، يعني ان انا هي مش هتعيقني في التاهيل في حاجه يعني. وكانت طالع بقى ورايا تالت ورابع خامس من مصر عادي من افريقيا. بعد ال 600 الثالثه كنت انا، هو احنا بنجري 5 600 اكيد مش عارفين. 5 600 كل 600 يعني بنجري 600 متر، وبعد كده نضرب رمايه 600 متر رمايه 600 متر رمايه، فخمس مرات جري واربع مرات رمايه. فال 600 الثالثه الجري كانت بدات سلمى عبد المقصود تجيبني. المجموعه بتاعتي في الرمايه ما كانتش احسن حاجه، فهي طلعت قبليه، بس 600 الرابعه كلها هي قدامي، وانا عارفه ان هي اصلا بتضرب رمايه كويس ما شاء الله، فيعني ما كنتش لسه عارفه ايه البلان بتاعتي في نص السباق يعني. وبعدين في اخر رمايه انا دخلت، مثلا كانت هي وبنت استراليا ماشيين مع بعض، دخلت بعديهم الرينج الرمايه بحبه صغيرين قوي، بعد كده ضربت وخرجت اول واحده ما شاء الله. اتفاجئت بقى، يعني عماله تتفاجئ طول البطوله. ما كنتش مصدقه نفسي، ما كنتش مصدقه نفسي ان انا طلعت اول واحده كامل رمايه، وفرق في فرق عادي كويس قوي، فجريت وجبت اول الحمد لله واتقلت الاولمبياد. بقول لك لطيفه فكره ان انت عندك فرصه للتعويض، ان حاجه ممكن توزن حاجه ثانيه. طب احنا عايزين نتعرف عليكي اكتر، يعني عندك كام سنه، بتدرسي ايه، بدايتك مع الخماسي الحديث كانت امتى، وبطبيعه الحال برضو عايزين نعرف منك استعدادتي ازاي للبطوله الاخيره دي بطوله افريقيا، واقوى المنافسين فيها كانوا ايه. شوفي عايزه تبتدي من فين بقى. ماشي هبدا بنفسي اول. انا اسمي ملك خالد اسماعيل، عندي 18 سنه، لسه مخلصه ثانويه عامه. كانت سنة صعبة جدا عليا طبعا. جبت 84% وبالحافز 90. برافو. الحمد لله. فانا لسه بفكر ادخل كمبيوتر ساينس، بس لسه مش متاكده جامعه ايه بالظبط. بس واضح ان التفوق الرياضي ما اثرش على التفوق الدراسي في حالتك. الحمد لله، هو التفوق الرياضي ساعدني اساسا، انا في اخر جبت 90 يعني برضه. بس مالك فكره ثانويه عامه مع البطوله؟ انت بتقولي ان هي بطوله صعبه جدا، وانت عارفه ان هي هتبدا من بدري، يعني فكره اصلا ان كمان انت وافقتي ما بين. كان عندي بطوله بعد ما خلصت امتحانات باسبوعين بالظبط. اوكي. دي جبت فيها اول الحمد لله، كانت بطوله العالم لمرحله اليوث تحت 19 سنه. هي دي اخر سن، يعني اخر سنه انا اقدر العب في المرحله دي، كنت انا اكبر سن. فكرة بطولة مهمة بالنسبة لي، ولو طبعا انتوا عارفين الموضوع ده ان الخماسي فيه لعبة جديدة اللي هي الاوبستكلز، فهي الفروسية هتتشال واللعبة الجديدة تتحط. فدي كانت لسه أول بطولة ليا ان انا اشارك فيها باللعبة دي. كان فترة الامتحانات الناس كلها بتتمرن على اللعبة، وانا ما كنتش بلحق اتمرن بالظبط. كنت بتمرن فعلا قليل جدا، كنت بحاول ان انا مثلا انزل على الأقل 3 أيام في الأسبوع اتمرن، والثلاث أيام التانيين بقعد أذاكر. كان موضوع صعب جدا عليا.